السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنخصصو على المفاهيم الاوليه في الهندسه. اذا كيفيه تحديد مستقيم، نصف مستقيم، والقطعه ومنتصف القطعه. اذا سنبدا الدرس برسم القطعه. اذا كيف نحدد قطعه معينه؟ اذا لتحديد قطعه، اذا القطعه تكون محدوده من الطرفين. مثلا انت كتخرج من داركم هنايا كتمشي للمدرسه، اذا ما كتفوتش الدار لهنا وما كتفوتش المدرسه لهنا، المنزل والمدرسه. اذا هذه قطعه محدوده، يعني حتى المسافه التي تقطعها فهي مسافه محدوده، ماشي بحال الا خرجتي وبقيتي غادي بلا ما تحبس، وهذا الشيء اللي غنشوفو من بعد. اذا القطعه هذه نسميها قطعه مثلا ا بي ولا بي سي ولا، اذا الاسماء ديال لي لاتر كتختلف. اذا الاسماء ديال لي لاتر كتختلف بالتسميه، المهم هو نعرفوا ما معنى القطعه. اذا غادي نكتبوا القطعه تكون القطعه محدوده من طرفيها، يعني هذا طرف وهذا طرف، ويمكن قياس طولها. اذا نقدروا نعبروها ونهزوا المسطره مثلا ونشوفوا شحال مثلا في هذا الطول ديال هذه القطعه. اذا طولها يساوي، اذا كنهضروا على الطول ديالها كيساوي 18.5 سنتيمتر. اذا هكا كنقيسوا القطعه. واللي بغيت ناكد لكم في هذا الفيديو هو كيفاش نحددوا المنتصف ديال القطعه. اذا انا غنديرها بالطريقه باش كنديرها حتى في الكولاج ديال استعمال البركار. اذا استعمال البركار كنفتح هنا البركار، كناخذ واحد القياس معين، اذا خص غير نفوت الوسط، اذا ما ناخذش مثلا فتحه صغيره هكا. علاش؟ لان غنهز دابا البركار هكا ما غنغيرش الفتحه، وغنحط عاوتاني هنا وغندير باش نلاقي واحد جوج الاقواس هنا. هاد الجوج هذا اللي كيهموني. اشنو غادي ندير؟ غنهز دابا المسطره وكنحدد ما بين هاد جوج النقاط، اذا بين هادي وهادي، فين الى بحال غنرسم القطعه غدوز هنايا. هذا هو منتصف القطعه، هذا هو اللي كيهمني. اذا مثلا كنسميو او، اذا ما هو منتصف القطعه؟ يقسم القطعه الى قطعتين متقايستين. اذا كنسميوه هنايا كنقولوا او منتصف القطعه ا بي. اذا هذه المعقوفه كتعني انها محدوده من الطرفين. دابا غنمشيو نديرو نصف مستقيم. نصف المستقيم هو الذي يكون محدود. انا غنرسمو مثلا ننطلق من هنا، انا ننطلق من هنايا، ولكن الا شفتو هنا ما غاديش ندير بحال هذه، الا درتها بحال اعتبرته قطعه، يعني كنحددو من جهتين. دابا محدود من جهه الاصل فقط، من نقطه الاصل، بحال خرجتي دابا وبقيتي غادي ما كتحبسش. إذن هذا هو نصف المستقيم، محدود من جهة واحدة فقط. يقدر يكون عاوتاني محدود من هذه الجهة وهذه الجهة غير محدود. إذن نصف المستقيم يكون محدودا من نقطة الأصل فقط. إذا سميت مثلا هذه أ ودرت هنا بي، أ بي هي قطعة. إذا سميتها شوفوا دابا كيفاش كنقراو غير بالرموز. إذا سميتها مثلا هنايا درت هنا معقوفتين، إذا كنقصد غير من أ لبي. ولكن إذا درت ليها هكا معقوفة من جهة أ، يعني محدود من جهة با، من جهة يعني محدود من جهة أ، ودرت قوس من جهة ب، يعني غير محدود من جهة ب. القوس يعني انه غير محدود. اذا كذلك ما يمكنش لي نعبر الطول ديالو لانه غير محدود. اذا لا يمكن ولا يمكن قياس طوله.
إذن هذا كل ما يتعلق بنصف المستقيم. دابا غندوزو نديرو المستقيم. دابا إلا بغيت نرسم مستقيم إذا ما يمكنش ليا نحددو من حتى طرف، إذن غنديرو هكا ونطولو، بغيت نطولو بغيت نخليها هكا راه كتعتبر مستقيم لأنه غير محدود. إذا نقدر ما نرسم غادي ونرسم هنا ونبقى غادي، إذا هذا كنسميوه المستقيم. نقدر مثلا نسميه أ، ندير هنا أ وهنا بي، هنا عاوتاني راه دايز هنا ودايز هنا وبقى غادي. إذا سميت هكا معقوفتين كنقصد غير القطعة أ بي، ولكن إلا درت أ بي هكا كنقصد نصف المستقيم يعني من أ نحو اليمين. ولكن المستقيم الا بغيت نسميه مستقيم خاصني ندير القوسين بجوج يعني غير محدود لا من جهه ا ولا من جهه بي، اذا غير محدود من الجهتين. وكذلك بما انه غير محدود لا يمكن قياس طوله، لا يمكن يمكنش باش نقول مستقيم كيساوي 2 سنتيمتر ولا لا يمكن قياس طوله. الا زدت مثلا خديت واحد النقطه هنا سي وخديت واحد النقطه هنا دي، ياك هاد النقط هادو ا و سي و بي كاينين في نفس المستقيم، اذا كنقولوا عليهم انهما نقط مستقيميه. اذا النقط ا فاصل بي و سي نقط مستقيمية لأنها تنتمي لنفس المستقيم. هذا الشيء كله غنحتاجوه من بعد إن شاء الله في الكوليج. ولكن النقاط مثلا أ بي و دي، إذا كاين اللي كيشوف أ و بي كاينين في نفس المستقيم كيقول لك علاش هاد النقاط غير مستقيمية أ بي و دي، حيت كنشوفو حنا بيهم بثلاجة جوج أصلا جوج راه أوتوماتيكمون كيكونو مستقيم. او بي راه كاينين في نفس المستقيم ولكن او بي و دي ما كايناش معاهم في نفس المستقيم، اذا هي نقاط غير مستقيميه. دونك نتمنى انكم استفدتم من الفيديو ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.